قال الذهبي رحمه الله في مسألة المبتدع غير الداعية المفسق ببدعته، هل ترد روايته أو تقبل؟ قال: هذه مسألة كبيرة، وهي القدري والمعتزلي والجهمي والرافضي إذا علم صدقه في الحديث وتقواه ولم يكن داعيا إلى بدعته، فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته والعمل بحديثه. وقال ابن حبان رحمه الله: أما المنتحلون المذاهب من الرواة مثل الإرجاء والترفض وما أشبههما فإنا نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات، ونكل مذاهبهم وما تقلدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى الله جل وعلا، إلا أن يكونوا دعاة إلى من تحلوا. عندما تسمع كلام سلفك الصالحين فيما يتعلق بضوابط الرواية عن المبدعين ينصرف ذهنك إلى الصورة الذهنية الشائعة، فيقفز إلى ذهنك حسان ويعقوب والحويني وعبد المقصود وسيد قطب وغير هؤلاء من أولئك الضلال المبتدعة، وتظن أن هذا إنما ينطبق على أولئك. الكلام ها هنا في الرواة الذين يرون حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلماؤنا الذين ننقل عنهم هم الجهابذة من النقدة المحدثين، فهؤلاء هم الذين يرجع إليهم في هذا الأمر الكبير. فإنهم يقولون هؤلاء المبتدعة عندهم روايات عن شيوخهم إلى رسول الله، هذه سنن، فماذا نصنع بها؟ أنا ردها لأن واحدا من هؤلاء وسم بسمة سوء من قدرية أو مرجئة أو غير ذلك من هذه البدع، نردها قولا واحدا كما ذهب إلى ذلك مالك ومن معه، أو نقبلها بإطلاق من غير تفصيل، أم أننا نقف وننظر هل هذا المبتدع يدعو إلى بدعته أو لا يدعو إلى بدعته إلى غير ذلك من هذه الضوابط الحاكمة، من أجل ألا نهدر سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مذاهبهم الردية فهي مردودة عليه. هؤلاء الذين هم من أهل العصر ممن ذكرت وممن لم أذكر، هؤلاء جميعا هل عندهم روايات تحتاج إليها حتى لا تهدر سنة من سنن رسول الله؟ أكثر هؤلاء لا يقول قال الله قال رسوله، وإنما يتكلمون من رؤوسهم ويأتون لنا بكلام من كيسهم، ينظرون ويقعدون ويخالفون سلفنا المتقدمين فيما هو مستقر من قواعد السلف في كثير من الأمور حتى فيما يتعلق بأمور العقيدة، كالذي يقول مثلا إن المصر على المعصية يكفر بإصراره على معصية، وهذا مخالف لما يقول به علماؤنا من أهل السنة جميعا، فليس فيهم، أعني في علماء أهل السنة والجماعة، من يقول إن المصر على الكبيرة يكفر بإصراره على كبيرته ما دام لم يستحلها، وإلا لكان كل من يأتي بكبيرة كافرا على قول هذا الذي يقول هذا الكلام، وهذا ضلال مبين. الذي يقول إن المصر على الكبيرة يكون كافرا لأنه يكون معاندا للشرع، كلامه هذا معناه الذي لا ينفك عنه بحال أن كل من تورط في الربا، من شرب الخمر، من وقع في الفاحشة ثم عاود ذلك أنه يكون كافرا لأنه يشرب الخمر مثلا وهو مصر على شربه. ما معنى أنه مصر؟ الإصرار لا يعني بالضرورة أنه معاند للشرع، ولكن هو معاود لتلك المعصية يأتي بها مرة ومرة ومرة، فكأنه مقيم عليه ويشرب الخمر. أما إذا ما قلت له دع الخمر فإن الله حرمها، فقال لك لا لم يحرمها الله، فهذا شيء آخر. أما أنه يقول لن أدع الخمر سأشرب الخمر، لا لأنه ينكر حرمتها في الشرع، ولكن لأنه لا يستطيع أن ينفك عنه لسبب أو لآخر ويصر على المعصية لا معاندة للشرع
ولا ردا للأمر والنهي ولا تكذيبا بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هو مقيم على المعصية، وكثير من المسلمين مقيم على المعصية بمعنى الإصرار الذي يرجع إليه أهل السنة في قولهم إن المصر على المعصية لا يكفر بإصراره على معصيته. وأما ما يقوله هذا فهذا ليس بمذهب أهل السنة والجماعة، بل قوله ضلال مبين. ذهنك أذهب إلى أمثال هؤلاء، ما العلم الذي عندهم بحيث إنه إذا لم تأخذ به الأمة أضرها عدم الأخذ بذلك في دينها أو في دنياها؟ والله لو أنهم لم يأخذوا ما عندهم لصحت الأمة، بل ما فسدت الأمة إلا بأخذها عنه، فقد أضلوها وحرفوها عن الصراط المستقيم. ألم يحرف شباب الأمة عبد الرحمن عبد الخالق ومن تبعه كالحويني ويعقوب وأمثال هؤلاء من خوارج هذا العصر، ألم يحرفوهم عن الصراط المستقيم؟ البرهامي هذا ألم يحرف الأمة عن الحق وعن الصراط المستقيم؟ الظواهري وابن لادن وأمثال هؤلاء الخوارج من القاعديين وغيرهم ألم يحرفوا الأمة عن الحق وعن الصراط المستقيم؟ أنت عندما تنظر إلى ما عند هؤلاء وتسمع هذا الكلام يقفز ذكر هؤلاء إلى ذهنك. لسنا بصدد الكلام عن هؤلاء، أين هؤلاء مما نحن فيه؟ إنما نتكلم عن الرواية، عن رواية الحديث، عن حمله ونقله، عن قبوله ورده. نتكلم عن الأئمة، الأئمة العظام الكبار الذين نقلوا حديث النبي المختار، لا نتكلم عن مثل هؤلاء من الغثاء والهباء. هؤلاء ليسوا في العير ولا في النفير، الأخذ بكلامهم يضر وتركهم تصح به الأمة. فلا تستدع الصورة الذهنية عند سماع هذا الكلام بمن عاصرك وعاصرته وسمعت منه أو سمعت عنه، فنحن في واد وهؤلاء في واد آخر، والله المستعان.